نروح بقى للنوستالجيا اللي كنت بقول لحضراتكم عليها. والنهارده معانا قصه هنحكي حكايه كده عن شخص كان بيلقب بتمساح النيل، هو اسحاق بيك حلمي، اول مصري بيعبر المانش في 30 اغسطس عام 1938. ولد اسحاق حلمي بقريه العلوه ده بمدينه حلوان عام 1901. عشق الرياضه منذ صغره، فمارس هنا رياضه كره القدم الفروسيه وبعدين السباحه. والده هو عبد القادر حلمي باشا، من اشهر قاده الجيش المصري، لكنه توفي قبل نجاح ابنه في عبور المانش بعشرين عام. طيب ايه الحكاية بقى مع السباحة هنا؟ عام 1920 تحديدا كانت هناك جلسة في مصيف راس البر، عارفين كلنا كان هناك المصيف ده الاساسي زمان راس البر، والبشوات كلهم فيه، بتضم مجموعة من الاصدقاء، ضمت كل من الملاكم سيد البشاوي ونجاتي بيك أبازة، ده كان احد الاعيان، ومستر فيليب أوفرال، ده كان رئيس تحرير جريدة الايجيبشن ميل. دار هناك حديث بقى عن سباحة المسافة من دمياط لراس البر، كان طولها تقريبا وقتها 15 كيلومتر. شجع الجميع الجريء اسحاق حلمي لهذه المحاوله الجريئه اللي لم يكن هنا بيسبقه احد اليها من قبل. بالفعل قبل هنا اسحاق ووافق ان هو ياخد التحدي ده، وعبر المسافه في 13 ساعه، واستقبلوه هنا بقى وقتها بالطبل والزمور، وكانوا فرحانين جدا وتصوروا وغيره. يعني قصه حلوه ان احنا نرجع كده برضو لرياضي مصري قديم، ونعرف اول مصري ان هو عبر المانش، اعتقد حاجه جميله طبعا. وبعدين فكره التحدي ده جزء لا يتجزا من الرياضه من حيث المبدأ بشكل عام، وطبعا أكيد عبور المسافة ما بين دمياط لرأس البر ده في حد ذاته تحدي كبير عمله رياضي. والبطل إسحاق حلمي اللي قرر إن هو يزود مسافة السباحة ليسبح من حلوان حتى القاهرة بطول أو من مسافة إجماليها 25 كيلومتر. بعدها طبعا أصبح هو حديث الوسط الرياضي. هنا بقى بعد هذا الحدث قرر حلمي إنه يعبر المانش، طبعا مدفوعا بعدة أسباب، منها أنه كان حابب يقتدي بوالده في إظهار الشجاعة، خصوصا وأن طبعا كل الصحف وقتها ظلت تصفه بأنه سليل الأسرة العريقة، كمان أنه تفرغ لاجتياز هذا الهدف سواء بالتدريب على الشواطئ المصرية أو بالسفر لإنجلترا اللي قضى فيها أسابيع بل وشهور بيتدرب على السباحة، وأيضا سعيه لتحقيق رغبة الملك فاروق الأول. لكن اللي حصل أنه فشل 3 مرات متتالية، أعوام 1924 1925 و1926، لكنه عاود المحاولة مرة تانية لينجح في نهاية الأمر، ويصبح أول سباح مصري وعربي بشكل عام يعبر المانش سنة 1938. سنة 66 أصبح هو أول مصري بيرأس أو بيترأس بعثة مصر في سباق كابري الإيطالي سنة 66، وأطلق عليه العديد من الألقاب، منها راشد السباحة الطويلة، عميد السباحين المصريين، كمان أطلق عليه لقب فرعون مصر. وبطبيعة الحال نال حظ كبير جدا من التكريمات، مثلا كرموا الملك فؤاد الأول ومنحوا نوط الجدارة، وكرموا الرئيس الراحل محمد أنور السادات بوسام الاستحقاق. وفي 5 نوفمبر عام 1980 رحل إسحاق حلمي الفرعون المصري عن عالمنا عن عمري يناهز 79 عاماً.